بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقات والمرسلين. دكتورة بشرى سعيدي، أستاذة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، أحضر اليوم في الملتقى الوطني للشعر والموسيقى بتنجداد في دورته الرابعة، والتي تنظمه جمعية المهرجان للتربية والثقافة، باعتباري مكرمة ضمن مجموعة من الإخوة المبدعين المحتفى بهم في هذه الدورة. دائما دأبس جمعية المهرجان على تكريم مجموعة من الشخصيات سواء كانت نسوية أو ذكورية، المهتمين بمجالات متعددة أهمها الإبداع الثقافي. أكيد أن الجمعية رغم الإكراهات كثيرة دأبت لأن تواصل جهودها الحثيثة، وأحييها في شخصي يعني رئيسها وفي مكتبها المسير الذين عملوا بجهود حثيثة على أن ينظموا هذا المهرجان في دورته الرابعة بعدما توقف المهرجان بسبب وباء كورونا. أتمنى لهذه الجمعية التوفيق، وأتمنى لها مزيدا من يعني التألق في إطار الاحتفاء بالحرف وبالموسيقى، وشكرا لكم. عبد الناصر لقاع شاعر. من الفخر ومن الفخار ومن السعادة أيضا والسعادة أيضا أن يتم تكريمي بمنطقة أحبها والتي أعرفها منذ سنوات، منذ عمر إن شئت، وأعرف أهلها وأعرف طيبتهم وبساطتهم وأخلاقهم العالية، يعني كل شيء فيها يدعو إلى أن نحبها. وطبعا أشكر للذين وطنوا أنفسهم على أن يقوموا بتكريم شخصي المتواضع، وأحمد لهم هذا الصنيع وأشكر لهم ذلك الشكر الكثير. معكم فتيحة الشو، شاعرة وقاصة، عضوة بالاتحاد الدولي لكتاب العرب، عضوة برابطة كاتبات المغرب. لدي ديوانين الشعر وديوان ثالث إن شاء الله قيد الطبع، ومجموعة قصصية أيضا في يعني قريبة الخروج. سعداء اليوم بالحضور في هذا الملتقى الأدبي الثقافي الشعري الموسيقي في نسخته الرابعة بدعوة من جمعية المهرجان، مشكورة. وقد يعني قد حضرت مفاجأة لهذا الملتقى، حضرت قصيدة بالأمازيغية حصريا لهذا المهرجان، ما زلت لم ألقيها بعد، ولكن إن شاء الله بحول الله ستكون مفاجأة. ويعني الجو جميل جدا، تلاقح ما بين الشعر والشعر والموسيقى اللذان هما توأمان لا يفترقان. فهنيئا لمدينة جداد هذا الحفل وهذا العرس الثقافي المتميز، وهنيئا لنا نحن الذين نحن الحاضرون هنا، لأننا فعلا مستمتعون. ولقد حضرت يعني مهرجانات من قبل، لكن يعني هذه النسخة متميزة. نسأل الله أن تمر الأيام القادمة، اليوم غد ويوم بعد غد إن شاء الله بحول الله، أن تمر في أحسن الأحوال وأن ينجح المهرجان. وهذا يعني ليس بكبير ولا يعني على 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 المنظمين، وأشكر المنبر أنفقو الذي أتاح لي هذه الفرصة، وشكرا. محمد أجوجيل الرشيدية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. نحن اليوم في الدورة الرابعة لمهرجان تنجداد الذي كل سنة نخلد فيه نحتفل فيه بالشعر وبالشعراء في بلدة تنجداد الغراء. هذه السنة هناك تكريم لمجموعة من الفعاليات الثقافية سواء في المنطقة أو على مستوى الجهة، وهناك احتفاء بالشعراء. أساتذة كرام زارونا من مختلف المناطق، وكان في الحقيقة عرسا ثقافيا تحتفي به تنجداد كل سنة وترحب فيه بضيوفها وبكل الفعاليات الثقافية في المنطقة.
كرئيسة رابطة كتيبة المغرب لجهة درعا تافيلالت سعيدة جدا أن أكون هنا بتنجداد بالضبط، لأن أحبها جدا وأحب الناس تافيلالت، ومشاركتي هنا كانت بمثابة الكلمة والشعر الذي دائما نحب ونعتز به في كل المحافل الثقافية. في البداية أود أن أشكر أصدقائي في جمعية مهرجان التنمية والثقافة بمدينة تنجداد، وخاصة الصديق مصطفى فاسكا، لأنهم دعوني للمشاركة في هذا المهرجان، وأنا سعيد بالحضور مثلما أكون دائما سعيدا بالمشاركة في مهرجانات تنظمها مدن وحواضر صغيرة، لأنني أجد فيها من الدفء في بعض الأحيان ما لا أجده في الحواضر الكبرى. وهنا لابد وأن تذكر بأنني حضرت إلى هذه المنطقة الطيبة في مثل هذا التاريخ سنة 1973، حينما عينت أستاذا بمركز المعلمين بمدينة الرشيدية، ولذلك فأنا أسعد بالعودة إليها مرة أخرى، أقول بالعودة لهذه المنطقة، لأنني كتبت فيها أغلب القصائد التي تضمنتها مجموعتي الأولىين، مجموعة الحلم في نهاية الحداد ومجموعة من توقعات العاشق. وما أود الإشارة إليه أيضا هو أنني سعدت بكون هذه الجمعية كعادتها تهتم بالذاكرة الثقافية سواء في المنطقة أو خارجها، وأيضا تهتم بتكريم فعاليات ثقافية وأدبية مختلفة سواء كانوا رجالا أو نساء، وهو ما حدث في هذا الصباح بالذات، يتكرم عدد من الفاعلين الثقافيين والجمعويين بالطبع، كما كرمت الأستاذة السعيدي كفاعلة جمعوية وأستاذة جامعية باحثة في المنطقة. ولذلك فأنا أهنئ مدينة تنجداد على هذه الفعاليات وعلى هذه الطاقات الثقافية التي تحفل بها، كما أهنئ المدبرين للشأن الثقافي في المنطقة، وخاصة المكتب الإداري لجمعية مهرجان التنمية والثقافة بمدينة تنجداد، وشكراً.